السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقائنا الرابع في رحلتنا في مادة Project Resource and Time Management، اللي هي عملية إدارة موارد وأوقات المشاريع. محاضرتنا اليوم حتكون بعنوان Developing Project Schedule Plan، اللي هي تنفيذ خطة أو وضع خطة جدولة المشروع. محاور لقائنا اليوم حتكون انه احنا هنعمل مراجعة سريعة للمحاضرة الماضية. حنتكلم الجان شارت وفوائدها، كيف نعملها، اللي قلنا احنا هي اداة من ادوات وضع تصور او يعني تقديم المشروع بطريقة يعني توضيحية، يعني رسمة توضيحية، اللي هو كمان كذلك اللي هو البروجكت نتورك، اللي هو شبكة المشروع، حيتكلم فيها على نوعين إن شاء الله، وحنتكلم بعدين على شوية اكستندد نتورك تكنيكس إضافية عشان نقدر نحاكي الواقع، يعني طرق عشان من أجل محاكاة الواقع الفعلي. محاضرتنا الأخيرة ذكرنا يعني البروجكت اكتيفيتيز، قلنا اللي هي البلانينج والسكيجول والكنترولينج. طبعا قلنا هي فيها تداخل دائما، ما هي عمليات مستقله بحد ذاتها، فيها تداخل كبير جدا. يعني عمليه البلانينج ممكن تستمر الى يعني خلال فتره السكيجولينج، وهكذا حتى الكنترولينج. اتكلمنا احنا قلنا ان البلانينج بروجكت يكون من يعني اهم مخرجاته اللي بنعمل الاستيميشن للتايم والكوست. بعدين السكيجولينج، وان احنا هنعمل هنطلع البيرت والسي بي ام، هنتكلم على الجانت شارت، وفي الاخير المرحله الاخيره في الكنترولينج هتكون برضو البادجيتنج، الفولو اب للبادجيتنج، ان البادجيتنج هي برضو من مخرجات السكيجولينج والبلانينج. كما تذكرون ان شاء الله احنا قلنا انه المخرجات تبع الاستيميتنج اللي بيكون عندي عرفت أنا الأوقات اللازمة لتنفيذ كل مهمة بحد بشكل مستقل في المشروع، وفي نفس الوقت عرفت أحدد الريسورسز اللي محتاجها، اللي هي من ناحية الناس المنفذين المان باور والإكويبمنت والماشينري اللي أنا محتاجها لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى تكلفة أداء أو تنفيذ كل مهمة. بعدين قلنا إنه البروجكت هو عبارة عن إنه بضع بلان يعني بتواريخ محددة ويعني أو متفق عليها عشان أنا أنفذ المشروع وأوصل لأهداف المايلستون، هي اللي الأهداف حقت حسب المشروع والإيش والديليفربلز اللي أنا بعملها. طبعا قلنا 6 خطوات إحنا لعملية البروجكت سكيجولينج بروسيس. في البداية إحنا قلنا اللي هو الليست أوف أكتيفيتيز، اللي هي قلنا ما ننسى اللي هي بعلاقة الدبليو بي إس، الديوريشن اللي هو كان في عملية مرحلة الاستيميشن بروسيس، بروسيس اللي عملناها تكلمنا عن الأب داون والبوتوم أب، السيكونس اللي هو اللوجيك أوردر قلنا عليه الترتيب المنطقي، وبعدين تكلمنا على الريليشن شيب اللي هي قلنا finish to start مثلا، ولا start to finish و start to start و finish to finish. اليوم محورنا حنغطي النقطتين هذه، اللي هي كيف نعمل النتورك وكيف نحدد المدة المطلوبة لتنفيذ المشروع. تكلمنا طبعا قلنا انه مسألة البروجكت بلانينج هي متطلب قبل بداية مسألة مرحلة البروجكت سكيجولينج أو جدولة المشروع، وعرفنا إيش فوائد السكيجولينج. على سبيل المثال إنه بتوضح لنا الاعتمادية بين المهام اللي عندنا، زي ما قلنا كلمة تاسك هي مرادفة من مرادفات اللي هي المهام الأكتيفيتيز اللي عندنا، برضو بنستخدم نفس هذا المصطلح. بتساعدنا إنه حنحدد متى احنا محتاجين الريسورس تبعنا، ان كان موظفين او عماله او يعني كوادر بشريه، وكذلك المعدات والاجهزه اللي احنا محتاجينها. بتسهل عمليه التواصل بين اعضاء الفريق،
ونحدد طبعا اهم شيء عندنا الكريتيكال باث، حنتكلم عن اهميته. احنا قلنا انه هو اطول باث او اطول مسار في المشروع، هو اللي بيحدد لنا زمن تنفيذ المشروع الكلي. وزي ما قلنا برضو اتكلمنا عن شوية تيرمز خاصة بينا في السكيجولينج، عملية الجدول أو مرادفات أو مصطلحات بنستخدمها. تكلمنا عن البروجكت نتورك والاكتيفيتي والبري ديسيسر اللي هو السابق والسكسيسر اللي هو اللاحق. تكلمنا عن الميرج اكتيفيتي اللي هي قلنا انه هي عبارة عن لما تكون عندي تاسك ويسبقها اكثر من تاسك على سبيل المثال، فهنا بيصير ميرج اللي هو اندماج زي ما يقولوا. البيرست اللي هو العكس، لما يكون عندي تاسك وبتعتمد عليها اكثر من تاسك تكون بهذه الطريقة بيسموها بيرست. اتكلمنا برضو عن الباث، ايش يعني باث وايش كريتيكال باث، المدة لكل تاسك عندنا. تكلمنا برضو عن الايرلي ستارت والايرلي فينيش والليت ستارت والليت فينيش والتوتال فلوت والفري فلوت واللاكس. دي كلها ان شاء الله هنرجع نتكلم عنها بالتفصيل، وحنتعلم كيف نحسبها. ان هنا يبقى هي عبارة عن ديتس، فكيف هنحسبها برضو حيكون من ضمن اهدافنا هذه المحاضرة ان شاء الله. الجانت شارت. الجانت شارت يعني هي عبارة عن رسم توضيحي بيساعدنا على انه تايم فيس نتورك بنحطها مقابل الزمن. دائما هو الزمن عامل الاساسي اللي انا حاول اعرض بيه، تمام. بيكون هو اداة تستخدم في التراكينج. طبعا هي من ذاتها انها سهلة الاستخدام، ممكن تساعدنا في موضع البيس لاين اللي هو التخطيط المبدئي للزمن والتكاليف المطلوبة للمشروع اللي حيتفق عليها في البداية مع صاحب المشروع أو مالكه. ممكن يصير لها أبديت، وممكن تعمل لنا كنترول على الأشياء اللي عندنا. برضو ما قلنا هي بتحدد الريسورسز وأوقات توفير الريسورسز تبعنا. طبعا هي عملها سهل، يعني إنجازها سهل ما هو صعب. هي على سبيل المثال هذه الصورة توضيحية، هذه المهام اللي عندي، ونقول التاسك عندي كم تاسك؟ 1 2 3 4 5 تاسك. طبعا هو الملاحظ هنا الوقت اللي هو مستخدمه، واحنا قلنا لازم نتفق على الوقت لتنفيذ المهام، فهو مهتم بالشهور، شهر 1 الجانوري فبراير مارش ابريل ماي جون جولاي اوغست سبتمبر ديسمبر، ما هو حاطه بالاعتبار انه هو مثلا منتهي حيكون في دي سبتمبر. كيف بينشأ الجانت شارت؟ بيجي مثلا الديزاين هو محتاج فيه شهرين، فبيرسم، عشان كده برضه هم بيسموها البار شارت زي العواميد، بيرسم بار من البداية إلى النهاية. البروتايبنج اللي هو بيسمي النموذج الأولي محتاج أرضا فيه شهرين، فبيرسم بار لمدة شهرين. التستنج مثلا شهرين وتقريبا ونصف، فبيرسم عمود. الريفيرزنج برضو المراجعة بيرسم لها عمود. في الأخير البرودكشن بيرسم ليها إيش؟ زي العمود أو زي البار زي ما قلنا. هي ميزتها سهلة في المتابعة والتحكم، إنه أنا مثلا على سبيل المفترض أنا في نهاية شهر أبريل، أنا في دي المنطقة، تمام. فبأجي هنا المفروض اني اكون انا انتهيت تماما من حاجتين، من يعني بكون هنا معنى الكلام ده ان المفروض انتهيت من الديزاين وانتهيت ايضا من البروتوتايب، وتقريبا انجزت 45% من التستينج و45% تقريبا، يعني انا بقول من الريفيرسينج. لسه اكون ما بديت البرودكشن بشكل طبيعي، يعني واضح اني ما اكون بديت البرودكشن. هنا يجي التقييم، تسهل لي التقييم انه لو مثلا انا لقيت نفسي انه لسه على البروتايمينج ما انتهى، فاضل جزئيه ما انتهت، فمعناته انا بيهايند. هذا مثال. مثال اخر، لو لقيت نفسي انه والله انجزت 60% من التستينج، فمعناته انا اهد في ذا بلان زي ما يقولوا، انا متقدم على البلان، فمعناته ممكن احتمال اني ايش انجز المهام عندي بشكل اسرع. فهذه هي يعني فوائدها، وبسيطه وواضحه، يعني ما فيها يعني ما يعني ما يبغى لها جهد كبير لفهم النقطتين دي اللي تكلمنا عنها. الشيء الاخر مثلا لو انا عرفت اني
والله مثلا البروتايبنج هو مثلا من نهاية شهر فبراير وبداية مارس نهاية ابريل، اكون انا عارف مثلا انا محتاج مثلا نحتاج مثلا مثلا 3 انجينيرز، نتكلم مثلا هذا محتاج انا 3 مهندسين 3 انجينيرز عشان بعمل البروتايب. فانا فهمت الان، عرفت انه في الشهر ماي وابريل انا محتاج يكون عندي 3 مهندسين، فواحدة من الاثنين، يا يعني اني انا افرغ 3 مهندسين من عندي في الشركة عشان يشتغلوا على المهمة دي، او انا ممكن اعين 3 مهندسين للعمل ده. فانا كده عرفت الريسورسز. طبعا ممكن تكون مثلا مثال اخر، اكون في البرودكشن انا هنا عارف انه حبدا من نص جون لين نهاية سبتمبر، انا محتاج مثلا خط انتاج او مكاين معينة، فعرفت انا انه لازم اذا ما عندي المكاين ممكن استاجرها، فاعرف المدة اللي انا حستاجرها فيها، او انه مثلا اذا كانت هي عندي فانا لازم افرغها في الفترة هذه عندي. فكده انا عرفت الريسورسز اللي انا محتاجها. هذا شكل اخر من الجانت شارت، هي لو تلاحظوا هي نفس الادوات الليسته اللي احنا قلنا تكلمنا عنها، لازم اعمل ليسته لكل الاكتيفيتيز، وهي برضو ممكن استخدم فيها الدبليو بي اس، يعني مثلا هذا الليفل 1 وهذا الليفل 2. هنا الباسنجر بعمل ليهم حاجتين، دي بلاننج وايش والباجج كليم اللي هو استلام البضاعه وايش وترحيلهم واعطاء اصدار ايش التذاكر او صعود الطائره. فهنا عرفت انه طبعا هنا لو تلاحظوا انا شغال بالمينس، انه هنا بطلع الركاب على الطائره، مثلا هو دلتا جيت شركه طيران وتقدم الخدمه حقتها، فالوقت هنا بالدقائق عكس اللي كان قبل شويه في بايش بالشهور. فهكذا نفس الحكايه، مثلا بعد ثلث ساعه من فتح الرحله انا عارف انه والله لازم اكون انجزت كل المهمات دي، او اني مثلا يعني كم نسبه الانجاز تبعي في مثلا في ضخ النفط او الوقود عندي هنا، فلازم اكون ايش متابع واعرف اتابع النسب تبع الانجاز. هذه هي فائده الجان شارت. في الحكايه موضوع الريسورسز هذا، يعني طبعا السوفت وير بتخدمنا احنا كثير في البروجكت مانجمنت، في مساله ان هي بتعمل البار شارت وبتعمل النيتورك دايجرام وبتحسب لي الحسابات حقتنا كلها، اللي هي حتشوف ما حتشوفوا الايرلي ستارت والليت فينش والايرلي فينش ودي الاشياء والسلاك. لكن الجميل انه احنا نعرفها بنفسنا، انه هي احنا لازم نكون عارفين وفاهمين، عشان احنا هو البرنامج حيكون عباره عن اداه وليس منفذ للمشروع، ما هو فاهم المشروع، هو اداه مساعدتنا، فاحنا لازم نفهم المواضيع دي اللي بندخل فيها عشان نتاكد ان احنا نعرف ندخلها بطريقه سليمه. هذا مثال اخر، طبعا هو عنده التاسك هنا والسب تاسك. هكذا مثلا هو جاء في اليوم 12 من الشهر فبراير، في اليوم 12 من شهر فبراير في الاسبوع الثالث، عرف الان مثلا المهمه الاولانيه انجزها بنسبه 100%، هذه 60%، معناته هنا في مشكله، هو المفروض يكون انجزها بنسبه 100% في ده اليوم، في هنا في مشكله لازم اعمل كنترولينج. هذه المهمه المفروض يكون بداها وانتهى منها، لكنها لم تتم ولم تبدا، وهكذا لبقيه المهام الموجوده عنده او التاسك. في مخرجات كثيرة، أشكال كثيرة للبرامج، هذا مثال منها. في ناس هذا لو تلاحظوا هذا عاملها على إكسل، في الإكسل في إمكانية الواحد عارفه مظبوط إنه يعمل بروجكت كنترول وتشارتس عليه بشكل كامل وفولو أب يعني بشكل عميق يعني. طيب كيف إحنا نعمل أو نرسم النتورك دايجرام تبعنا؟ أول شيء إحنا هنبدأ أول شيء نرسم النتورك، بعدين نعمل الحسابات حقتنا. كيف أنا برسم النتورك؟ طبعا اول شيء نفتكر مع بعض، قلنا البروجكت نتورك هو جرافيكال ريبريزنتيشن. ريبريزنتيشن ليش؟ لمهام المشروع زي ما قلنا، هذا مثال ليها. طبعا هو بيدينا البيس تبع برضه نفس حكايه الليبر والايكويبمنت اللي محتاجها، انه بيكون عندي في تاريخ بدايه ونهايه لكل مهمه، فانا بستخدمها عشان اعرف احتياجاتي. زي ما قلنا بيحدد لي برضه الكريتيكال يعني التاسك اللي عندي، اللي ما يصير فيها، اللي ما ينفع يصير فيها ديلي، انه اي تاخير ديلي يعني تاخير ممكن ياخر موعد تسليم المشروع. زي ما قلنا هي برضو بتكون طريقه للتواصل بين اعضاء الفريق. طبعا بتدينا برضو نفس الحكايه بيس لاين للبادجت وبيس لاين برضو للتايم، وهي طريقه ايش
انه تعمل لنا كنترول وفولو اب يستخدمها المانجر دائما لمراقبة اعمال المشروع. يعني على سبيل المثال هنا هي علاقات زي ما قلنا علاقات طبيعية logical relationship between a task. ممكن هي من الرسمة دي انا اعرف انه المهمة بي معتمدة على ايه، والسي ايضا معتمد على الاي، والدي معتمد على الاي. هنا لاحظ الاي جايها سهمين، هذا الاولاني وهذا الثاني، فمعناته افهم ان الاكتيفيتي والتاسك اي تعتمد على البي والسي. الاف معتمدة على مين؟ ان جاينا واحد من البي واحد من السي واحد من الدي، فهي افهم انها هي معتمدة على الثلاثة دول. ايش معنى الكلام؟ طبعا علاقة هنا باين انها finish to start زي ما قلنا، فمعناته يجب ان ينتهي جميع هذه المهمات الثلاثة البي والسي والدي لكي تستطيع اف ان تبدأ مرحلة ايش؟ الانجاز. قبل كده لا تستطيع البدء. الاتش معتمدة واضح انها على الاي والجي، الجي معتمدة فقط على الاف. هذا هو المثال طبعا للنتورك. طبعا رسم النتورك او البروجكت نتورك في طريقتين منتشرة او معروفة، يعني حاجة يسموها اكتيفيتي اون نود وحاجة يسموها اكتيفيتي اون ارو، يعني تمثيل التاسك على النود. النود اللي هي تكون كده هذه يسموها نود، وهذا طبعا خارج منها هذه يسموه الارو ورايح لنود تاني. اكتيفيتي النود يعني هنا بحط الاي وهنا مثلا بحط البي. اكتيفيتي ان ارو كيف بتكون؟ بيقول لا كده وكده، يعني تكون هذه الاي وهذه البي، يعني الاكتيفيتي تكون ارو. لا اخفيكم يعني الاكتيفيتي ان ارو غير مستخدمة، انه صار يعني في سيطرة، واغلب البرامج بتستخدم يعني طريقة الاكتيفيتي اون نود ميثود بشكل اوسع. في ناس بيستخدموه، نعم في ناس بيستخدموا الاكتيفيتي اون ارو ما فيها مشكلة، بس هي فيها نوعا ما تك زي ما يقولوا اصعب من الاكتيفيتي اون نود. فاحنا هنكتفي ان شاء الله باكتيفيتي اون نود في شرحنا لطريقة رسم البروجكت نتورك. طبعا قبل ما نبدأ نرسم لازم في قواعد او بيسك رول لازم نتبعها في مسألة الرسم. اول حاجة انه دائما الرسمة تكون متجهة من اليسار لليمين، ما بيرسموها العكس، دائما تكون الرسمة تعانى من اليسار لليمين، انطلاقا من اليسار لليمين. طبعا هو بيقول انه كل اكتيفيتي ما تستطيع انها تبدأ، تمام عفوا ما تستطيع انها تبدأ اي اكتيفيتي الا بشرط انه الاكتيفيتي السابقة لها تكون انتهت. طبعا هنا مع احترامنا للريليشن شيب اللي قلنا عليها اللي هي ايش؟ الفينش تو ستارت، فينش تو فينش، تمام، والاخرى اللي هي ستارت تو فينش، واللي هي برضو عندنا ستارت تو ستارت نفتكرها، مع احترامنا ليها هذه الاشياء. طبعا الاسهم المقصود بها هنا في الاكتيفيتي اون نود اللي هي بتبين الاعتماديه بين كل نود. طبعا ممكن الاسهم تتقاطع، هنشوف مع بعض. طبعا لكل اكتيفيتي كل تاس يكون في زي الكود المخصص بها، يا رقم يا رمز A B C او 1 2 3 لكل اكتيفيتي، ما ينفع اثنين اكتيفيتي يتشاركوا بنفس الوقت. طبعا لما نكون بنطلق احنا من من من, من الليفت تو رايت، بيحترم مسألة انه الارقام او الكود اللي مستخدم في يسار الرسمة يكون اصغر من اللي في يمين. يعني طبعا كل ما تحركنا من اليسار لليمين اذا كنا بنستخدم الارقام تكون الارقام هي الاكبر اللي على اليمين والاصغر على اليسار، وهكذا برضو في ترتيب الحروف الابجدية. لا يسمح مسألة اللوبينج. لوبينج ايش يعني؟ انه يكون في حلقة، يعني اللي هي هذه تعتبر خطأ. ما ينفع ان اقول ايه معتمد على بي، بي معتمد على سي، وسي معتمد على ايه، هذه منطقيه غير سليمه، ما ينفع يكون الكلام ده. والناس اللي ليها في البرمجه اللي برضو النتورك ما هي مساله حكايه انه اشتراطات، يعني الكونديشنال يسموها كونديشنال ستيتمنت، اذا تم فقم بالاجراء التالي. احنا هذه العلاقات غير صحيحه وغير موجوده. لماذا؟ احنا فاكرين احنا تكلمنا من شروطنا في البروجكت انها نفرض او في الاستيميشن لما كنا نتكلم انه هو تكون نورمال كونديشن، فعلا المهمه ممكن انجازها وما في اي اشتراطات عليها، هذه المطلوب بها. فعشان كده ما بنسمح حكايه الكونديشنال ستيتمنت.
في بعض الأحيان بعض المشاريع في يكون ممكن عندي أكثر من مهمة، تمام، غير معتمدة على شيء، يعني ممكن تبدأ من أول يوم في بداية المشروع. فدي الحالة بيعملوا حاجة يسموها ستارت نود، يعني مثلا عندي المشروع المهمة الأولانية والمهمة الثانية مثلا كلها تبدأ ممكن في أول يوم في المشروع. في المسألة التنظيم، عشان مسألة التنظيم فبيعملوا نوت في البداية يسموها ستارت، وهي تكون اعتمادية دول الاثنين عليها، هذه يساعدنا في حساب الكريتيكال باث. ونفس الحكاية لما يكون المشروع بينتهي بنهاية مهمتين بعمل حاجة في الأخير يسموها إند، تكون هي المعتمدة على آخر خطوتين. هذه بتساعدنا في حاجتين، يكون تنظيمنا أفضل للنتورك وساعدنا في حساب الكريتيكال باث إن شاء الله. هذه الأمثلة اللي قلنا عليها إحنا ومرينا عليها في نعيدها. هذه معناته أفهم إنه الـ A معتمد على الـ B والـ B معتمد على الـ C بشكل مباشر. هنا الـ Z معتمد على الـ X والـ Y، والـ Double A معتمد على الـ X وعلى الـ Y، تمام؟ زي ما قلنا ممكن هذه إيش ممكن نعتبرها برضو، تعتبر إيش؟ الـ Z تعتبر إيش؟ Merge Activity، ونفس الحكاية الـ A برضو Merge Activity اللي هي قلنا عليها. هنا نفهم إنه الـ M معتمد على الـ J والـ K والـ L ويعتبر Merge. هنا نفهم إنه الـ X الـ Y معتمدة على الـ X والـ Z معتمدة على الـ X، فالـ X يعتبر إيش؟ First Activity، إنه طالع منها أكثر من واحد. طريقة تمثيل النود في أكثر من طريقة، يعني في ناس بيعطوها بالمربع ده اللي أنتم شايفينه، وناس بالدائرة، ما لا مشاحة بالاصطلاح زي ما يقولوا، كلها صحيحة كلها مستخدمة. في حالة الأداء المستطيل ده بيقسموها، هنا بيحطوا الـ Early Start، تمام، Early Start بيختصروها، هنا بيحطوا الـ Number يعني واحد مثلا أو A، هنا بيحطوا وصف المهمة اللي عندنا عنوانها، هنا بيحطوا الـ Early Finish، Early Finish، هنا حاجة يسموها الـ Late Start، وهنا الـ Late Finish، وهنا بيحطوا الـ Duration مدة المشروع، هنا بيحطوا الـ Slack أو الـ Float يسموها Slack، تمام. الطريقة الثانية نفس الحكاية، اللي هي بيحطوا الـ Early Start و Early Finish و الـ Late Start و Late Finish بشكل دائري، ما بيحطوا هنا إيش الـ Activity Description لتسهيل الموضوع بتقليل إيش المعلومات تكون شكلها يعني منسق. Networks اللي الرسمة اللي بنعملها في يعني اسلوبين في رسمها، هي نفسها بالنسبة لطريقة الرسم واحدة، لكن هي الفرق بينهم في طريقة حساب مدة المشروع، حاجة يسموها بيرت وحاجة يسموها سي بي ام. طبعا هي ميجر يعني ميثود بيستخدموها في الديوريشن استيميشن، تمام، نرجع خطوة سابقة لمرحلة الاستيميشن. طبعا هي كلها نتورك ده تكنيكس، هي ميزتها الوحيدة الفرق بينهم الوحيد انه هي كل واحده منهم بتستخدم طريقه مختلفه في حساب الاستيميشن لكل ايش اكتيفيتي. طبعا هي كلها تم يعني وضعها في خمسينات القرن الماضي، اول واحده كانت ديو بوينت لواحد شغالين في مصنع كيميائي مواد كيميائيه، الثانيه لبيرت اللي بوز الين اند هاملتون كانت عن طريق الايش النيفي الامريكي. بتفصيل اكثر، السي بي ام هي اختصار كريتيكال باث ميثود يسموها سي بي ام، البيرت هي اختصار بروجرام ايفالويشن اند ريفيو تكنيكس. طبعا الفرق بينهم انه السي بي ام اللي هو الكريتيكال باث ميثود بتستخدم نقطه واحده لحساب مده انتهاء المشروع الاكتيفيتي لكل ايش لكل تاسك، تمام، لكن البيرت لا، بيستخدم معادله زي ما انتم شايفينها هنا، تمام، لحساب الوقت حق ايش التاسك. طبعا هي نعود لمرحله الاستيميشن، لو نفتكر احنا كنا قلنا ايش نستعين بناس ذوي خبره بالمهمه اللي عندي او التاسك اللي عندي عشان يدوني التوقيت المناسب. فلما احنا نستعين باكثر من شخص لمساله
إعطاء الوقت المناسب لتنفيذ كل مهمة في المشروع. أحيانا بيكون في بعضهم زي ما يقولوا يسموهم أوبتوميستيك، ناس متفائلة، فممكن مثلا لو سألت قلت له المهمة إيه، كم تحتاج وقت، ممكن يقول لك والله ممكن تحتاج 5 أيام، يكون إنسان متفائل ويرى إنها تحتاج 5 أيام. الشخص الآخر يكون نوعا ما متشائم، كمان فاكرين هي لها علاقة بالبيدنج استيميشن لو تفتكروا، فواحد يكون شوية متشائم فبيقول لك لا والله أنا أتوقع إنها تاخد 10 أيام. تمام، فيجيك وفي جي ناس يجيك ناس أكثر واقعية وأكثر منطقية فيقول لك لا إحنا نتوقع إنها مثلا تحتاج 8 أيام. تمام، فهذا أول واحد الأوبتيمستيك اللي هو متفائل، بيعطيه قال لي مدة قليلة جدا أو قليلة يعني. البستمستيك اللي هو زي ما قلنا متشائم، لا قال لي هي 10 أيام، والموست لايك الإنسان متوسط وش أكثر يعني واقعية، فقال لي 8 أيام. في حالة السي بي إم لما نستخدم طريقة السي بي إم، هم لا يعتمد إلا على الموست لايكلي، فيعتبر هذا هو الوقت تبع المشروع. في البيرت لا، بيش بيقول أنا بعمل معادلة وأدي وزن أكبر للموست لايكلي. فمثلا على سبيل المثال هنا لو بحسب الوقت حق الديوريشن للـ A بطريقة البيرت، إيش هقول؟ هقول البستميستيك قال 5 أيام، العفو الأوبتيميستيك قال 5 أيام أقل واحد فيهم، ثم الموست لايكلي قال لي كم؟ 8، فبأضرب 4 ضرب 8 زائد البستميستيك اللي هو متشائم قال لي 10 أيام، وأقسمهم على 6 وأطلع القيمة. 4 في 8 ب 32، 32 و10 42، 42 و5 47 على 6. طبعا ليه 6؟ هو بحسب المتوسط، إن أنا أديت هنا كان 4 وهنا 1 و1 صارت 6، فباخذ المتوسط تبعهم، فعشان كده يعني بيقسم على 6. تمام، فبهذه الطريقة هذا هو الفرق الأساسي بينهم، ما في أي فروقات أخرى في مسألة رسم النتورك والشبكة اللي عندنا هذا المشروع، ما في أي فرق بينهم. الفرق الوحيد في هذه الايش النقطة اللي هي كيف بحسب مسألة الوقت المطلوب لكل مهمة عندي في المشروع. هذا مثال آخر، أعطى قال لنا إنه والله الأوبتيمستيك قال له 6 أيام، البستمستيك 18 يوم، الموست لايكلي 9 أيام. طبعا السي بي ام طوالي بتكون 9 أيام، هي نفس الموست لايكلي. البيرت طبعا بينفذ المعادلة بيقسمها، طلعت عنده 10 أيام. لو نلاحظ في اختلاف بيكون، تمام، في ناس بيقول لك ممكن البيرت أكثر دقة، طبعا شيء طبيعي. ليش؟ إنه كل ما زادت عندي المعلومات هنا يعني عشان أنا أوصل لمرحلة البيرت لازم أسأل أكثر من شخص، صح ولا لا؟ لكن الموست لايكلي أنا ممكن أسأل شخص واحد فقط. طبعا هقول إنه كل ما زادت بحث البيانات عشان أوصل لدقة أكثر كل ما تكلفت أكثر، فهي المسألة يعني زي ما افتكروا قلنا هنا لازم يكون فيها تريد أوف بين الاكيوراسي والمسألة ايش الكوست اللي بصرف. طيب خلينا نحل مثال مع بعض كيف تترسم الشبكة. عفوا، هذه عندنا مشروع اسمه كول بزنس سنتر، شركة اسمها كول، يعني عندها مشروع عبارة عن 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 اكتيفيتي او 8 تاسك، هاي التفصيل تبعهم، application approval, construction plans, traffic study and so on. البريسيدنج اللي هي الاعتمادية، قال لي انه والله الـ A ما بتعتمد على حاجة، الـ B والـ C والـ D كلها بتعتمد على الـ A. تمام، بعد كده عندي الـ E بتعتمد على الـ B والـ C، عندي الـ F بعيد عنه وعندكم بتعتمد على الـ B والـ C والـ D، الـ F بتعتمد على الـ G، والـ H بتعتمد على الـ E والـ G، وهذه التوقيتات تبعهم الـ activity. لو لاحظ انا من يوم ما اعرف انه هنا اداني واحد استيميشن، فهذا معناته انه هو بيستخدم الايش السي بي ام ميثود في حساب ايش الديوريشن. طيب كيف نرسم الحكايه دي؟ خلينا الان عندنا احنا ايش الاشياء اللي ممكن تبدا بها المشروع من غير ما يكون في سابق يعني مهام، اللي هي الاي. فممكن احنا نبدا نرسم هنا، نقول هذه الاي، بعدين عندي 3 مهام معتمدة على الـ A اللي هي الـ B والـ C والـ D. ممكن أقول إيش هنا
هذه البي وهذه السي وهذه الدي، فارسم خط كده وخط كده وخط كده. فأنا كده قلت إيش؟ إنه الدي والسي والبي كلهم معتمدين على الأي. طيب أنا خلصت من دي ودي ودي ودي. الإي معتمد على مين؟ على البي والسي. فأنا ممكن أقول هنا أعمل كده وأقول هذه الإي، ولازم أوضح إنها معتمدة على البي والسي. فكده أنا وضحت إنه الإي معتمدة على البي والسي. كده غلقنا. طيب الإف معتمدة على البي والسي والدي، معتمدة على إيش؟ ثلاثة. تمام. فأنا لا أحط هنا مثلا هذه إيش الإف ومعتمدة على ثلاثة، فحقول هي معتمدة على الإف عفوا الإف معتمدة على البي ومعتمدة أيضا على السي ومعتمدة أيضا على الدي. جميل. طب الجي معتمدة فقط على الإف، فممكن أضعها هنا وأقول هذه الجي معتمدة على الإف. تمام. فاضل عندي بعدين الإتش اللي هي معتمدة على الإي والجي، ممكن أضع هنا إيش الإتش معتمدة على الإي ومعتمدة على الجي. تمام. بهذه الطريقة أنا عرفت إيش أوصل أو أبين العلاقات بين المهام اللي عندي. تمام. لو راجع تاني مرة أقول البي والسي كلهم معتمدين على الدي، كلامي صحيح. الإي معتمدة فقط على البي والسي، الإي معتمدة فقط على البي والسي. الإف معتمدة على الإف على البي والسي والدي، البي والسي والدي. فهنا أنا مثلت، هذه هي عبارة زي ما قلنا النود اللي عليها الأكتيفيتي، والأسهم هي بتبين لي العلاقات الموجودة بينهم. طبعا هذه بشكل أوضح الأي في البداية، البي السي الدي منطلقين من الأي، الإف معتمدة على البي والسي والدي، الإي معتمدة على البي والسي فقط، الجي معتمدة على الإف، والإتش معتمدة على الإي والجي. جميل. طيب كده إحنا نكون رسمنا الرسمة بطريقتها المنطقية. الآن إحنا لازم يكون في عندنا حسابات، إنه في الأخير إحنا بنوصل نبغى نعرف اللي هو إيش أهم شيء عندي، الكريتيكال باث اللي هو الكريتيكال باث اللي هو زمن انتهاء المشروع حيكون قديش، وايش هي ايضا المهام اللي موجودة على هذا الباث. في شوية اشياء احنا هنعملها، تكلمنا عن المرة الفات في المحاضرة اللي فات، حيتكلم هنعمل حاجة اسمها فورد باث وحنعمل حاجة اسمها باكورد باث. الفورد باث باث حينطلق من ايش؟ ليفت تو رايت. تمام. الباكورد حنرجع من الشبكة من ايش؟ رايت تو ليفت. تمام. في لا ليفت تو رايت اللي هو الفورد باس، حنحسب ال ستارت اللي هو ال ستارت او يعني لكل تاسك، يعني ايش قلنا فاكرين؟ ابدر وقت ممكن تبدا في هذه المهمة، الايرلي فينيش اللي هو اسرع وقت ممكن تنتهي في المهمة. الاكسبكتد تايم طبعا هو معروف عندنا تبع ايش اللي هو ممكن اقل وقت ممكن ايش انتهي في المشروع، الاكسبكتد تايم. طيب هذه ممكن اجيبها من يوم ما انتهي من مسألة الفورد باس. طب الباكورد باس حتفيدني في ايش؟ اللي هو قلنا الليت ستارت اللي هو انا قد الوقت اللي ممكن اخر اليه المهمة، بشرط انها لن تؤخر على ايش المشروع عن ايش الوقت اللي ايش حددته انا في الاكسبكتد تايم. الليت فينيش اللي هو اخر وقت ممكن انا انهي فيه المهمه بنفس الشرط انه هو ما تاثر على الايرلي تايم تبع المشروع. بعدين حتجاوبني على مساله ايش هي المهام اللي موجوده على الكريتيكال باث. طبعا هذه المهام حتكون مهمه، ليس مو كريتيكال باث، انه اي تاخير في اي مهمه على هذا الطريق او الباث حتأخر المشروع، حنشوف السبب
انه هو ليه علاقه بالحاجه اللي يسموها السلاك والفلوت، اللي هو ايش فتره السماحيه زي ما قلنا، والعوامان لكل ايش مهمه، هنشوفها بالتفصيل. طبعا طريقه الحساب للايرلي فينش، هي الايرلي فينش عباره عن الايرلي ستارت زائد المده حقت المشروع. اي مهمه طبعا طبعا المهمه السابقه الايرلي فينش تبعها هو بيكون الايرلي ستارت تبع المهمه اللي هي معتمده عليها اللاحقه، وده السابقه واللاحقه، الا في حاله واحده اللي هي لما يكون في عندي ميرج اكتيفيتي هنشوفها، هناخد اللارجست او الايش الماكس تمام من يعني مثلا على سبيل المثال لما يكون في عندي احنا قلنا الميرج مو كده يكون تمام، هذه بتكون زي كده. طبعا هذه ليها ايرلي فينش وهذه برضو ليها ايرلي فينش الخاص بيها، طبعا نقول هذه ايه، هذه نقول حق ايه، هذه بي، هذه نقول حق البي. طب السي احنا قلنا الايرلي ستارت تبع السي هتكون مين؟ الايرلي فينش حق اللي قبلها صح ولا لا؟ طب لما يكون عندي اثنين كيف اعملها؟ فبناخد الماكس. المنطقي اللي بقول اخذ الماكس من دول اثنين، يعني افترض انه احنا طالعين رحله واحنا متواعدين في مكان معين عشان ننطلق منه. متى ممكن ننطلق؟ حننطلق بعد وصول اخر عضو من اعضائنا اللي معانا في المجموعه في الرحله، صحيح؟ فمعناته اخر واحد متى يوصل؟ مثل بعد ساعتين، وصل بعد ثلاثه، فانا باخذ اعلى وقت، واخر واحد متى وصل باخذ، عشان كده باخذ الماكس. عفوا. الباكورد اللي هو بستخدم فيها بحسب ايش؟ الليت ستارت تمام؟ الليت ستارت بتكون عباره عن ليت فينش ناقص الديوريشن. طبعا الليت ستارت تبع اي اكتيفيتي موجوده هنا، مثلا انا برجع بحسب بالعكس، هذا كله حتبان معاكم بالمثال لا تخافوا، حتبان معانا وعندي زي كده الاعتماديه هنا تمام؟ تمام؟ مثلا الليت ستارت تبع هذه هي حتكون الليت فينش تبع دولة تمام، مثلا هذه البي وهذه الاي، هنا السي، البي تبعها الليت فينش هي نفسها حتكون الليت ستارت في الايش في العودة، الا في حالة لما يكون مثلا عندي هنا مثلا دي وهنا اللي هي الليت ستارت وبرضه بترجع ليش الف، فباخذ هنا ديك الساعة، هنا لما يكون راجع بالعكس باخذ المينيموم طبعا من ايش اشاره، حتشوفها نشوفها بالمثال اوضح ان شاء الله. الفلوت اللي هو قلنا فتره السماحيه ممكن يحسب بطريقتين، في عندي حاجتين، اول شيء في السلاك يسموه او التوتال سلاك او التوتال فلوت او الفلوت، هو عباره عن الليت ستارت ناقص الايرلي ستارت تبع الاكتيفيتي نفسها، او الليت فينش ناقص الايرلي فينش، هي نفسها تدينا نفس القيمه تمام. في عندنا حاجه يسموها فري سلاك، هو عبارة عن إيش؟ طبعا هذا الوقت اللي قلنا سلاك اللي هو الوقت اللي ممكن أأخر فيه الاكتيفيتي هذا بشرط إنها لن تؤثر على مدة انتهاء المشروع اللي أنا حسبتها تمام. الفري سلاك هو لن يكون إلا يعني ما الاكتيفيتي ما يكون لها فري سلاك إلا لما تكون هي واحدة من الميرج تمام، يعني أي واحد تاني ما حيكون، لازم يكون في عبارة عن إيش ميرج، يعني هنا A B وهذه C، دول الاثنين ممكن يكون ليهم ايش يسموه الفري سلاك تمام، ممكن يكون ليها فري سلاك، لكن لو هنا مثلا زي كده هي عباره عن وان كونكشن، هذه ما حيكون لها غير ليها سلاك، ما حيكون لها ايش فري سلاك، حيكون الفري سلاك تبعها ايش بزيرو، يعني هذه برضه ممكن يكون لها فري سلاك انه ايش جايه من ايش من ميرج، ممكن يكون لها فري سلاك ممكن لا ممكن يعني. هنشوفها بايش بالتفصيل الان. طب خلينا نطبق الكلام اللي احنا قلنا، هنعمل اول شيء الايش الفورورد باس تمام، هنروح من اليسار اليمين. طبعا بدايه اي مشروع ممكن نقول ايش انه هو بدا، احنا قلنا هذه اللي صار، هذه الليجن تبعنا اللي ستارت اللي فينش، ليد ستارت ليد فينش، هذه الديوريشن، هذه الاي دي، وهذا ايش اسلاك. طب خلينا نبدا نحسب الان الديوريشن تبع الايج اللي هو مدته 5. طب احنا قلنا ممكن نبدا من تايم زيرو هو بداية المشروع حقنا، فهذا الـ early start. كيف بتكون عندي الـ early finish تبع الـ إيه؟ الـ early finish بتكون الـ early start زائد الـ duration، بقول 5 زائد 0 بتكون هنا 5. جميل؟ طبعًا إحنا في لو ننطلق من الـ forward
باس، عفوا باس، بنطلق من اليسار اليمين، صح ولا لا؟ من اليسار اليمين. فأبدأ الآن، عرفت هذه البي، أجل الآن جاء البي. البي معتمدة على مين؟ على الاي. فمعناته متى تقدر تستطيع البي إنها تبدأ؟ هي نفس الحكاية اللي هي متى تنتهي الاي، يعني بداية البي معتمدة على نهاية الاي. عشان كده احنا قلنا الـ early start تبع أي activity هو يكون الـ early finish تبع الـ activity اللي هي معتمدة عليها. فالـ A الـ B معتمدة على الـ A، فحقول هنا 5، صحيح؟ طيب كم مدة الـ B؟ 15. فمعناته الـ early finish تبعها كم حيكون؟ 15 زائد 5 حتكون هنا 20. يعني أسرع وقت ممكن تنتهي فيه الـ B هو 20، واسرع وقت تبدا فيه اللي هو البي. ما تقدر تستطيع قبل البي قبل 5، ليش؟ ان هي معتمده على الاي. طيب بس طبعا في البدايه يقولون الفورورد باس، بحسب بس الاشياء اللي فوق اللي هي الايرلي ستارت والليت والايرلي فينش، هذه الاشياء اللي اقدر احسبها الان في الايش الفورورد باس. السي هو معتمد على الاي، صحيح ولا لا؟ فمعناته هو حيبدا بنهايه الاي. مدته كم السي؟ 10. فحقول 5 زائد 10 بتساوي 15، صح ولا لا؟ بتساوي 15. طيب الدي مدة تبدأ برضو 5، ومدتها 5، فصير 5 زائد 5 تساوي 10، صحيح؟ طيب خلينا نشوف الاي. الاي معتمدة على مين ومين؟ معتمدة على البي ومعتمدة على السي. طيب متى تقدر تبدا الاي؟ قلنا معناته احنا شوف هي جايها كم؟ جايها من هنا حيقول 20، صح ولا لا؟ من هنا جايها 20، ومن هنا جايها 15. احنا قلنا واحنا رايحين ناخذ ايش؟ دائما ناخذ الماكس، صح ولا لا؟ احنا رايحين ناخذ الماكس. يعني على سبيل المثال انه اي عندها رحله حتنطلق بعد ما يوصلوا البي والسي. السي حيوصل بعد ايش؟ في الساعه 15. البي حتوصل في العشرين، فمعناته الاي متى تنطلق؟ قلنا ناخذ الماكس، فمعناته حنقول هنا ايش؟ 20. ليش؟ انه هي الاكبر من الاثنين دول. مدتها 15 يوم، صح ولا لا؟ فحقول 20 زائد 15 بتساوي كم؟ 35. جميل. طيب الاف، الاف معتمده على الثلاثه دول، على البي والسي والدي. هنا بتجيني ب 20، هنا بتجيني ب 15، وهنا ب 10. فمعناته حقول هنا كم؟ 20 هو الماكسيم اللي بينهم. مدة الإف كم؟ 10. فحقول هنا معناته 30. طيب الجي معتمدة على الإف مباشرة، فحصير هنا إيش؟ 30. مدتها 170 يوم، فحصير كم؟ 200 يوم. الكونستراكشن بياخد وقت طويل. 70 زائد 30 بيكون 200. جينا الإتش، الاتش معتمدة على الاي والجي. الاي متى تخلص؟ 35. فهنا ممكن تكون 35. طب لكن هذه 200 من الماكس، ال 200 طبعا، فحقول 200. كم مدة الاتش الاكوبنسي اللي هو التشغيل او الاشغال؟ 35. فحقول هي تنتهي 235. جميل. هذه اخر خطوة عندي في المشروع، فايش اعمل؟ مباشرة آخر خطوة عندي انزرقم، ده هو الـ early finish، هو الـ late finish حق أول آخر خطوة دائما. تمام، هقول 2 3 5. كده الآن أنا عرفت متى ممكن كل مهمة عندي، متى أبدأ الوقت ممكن أبدأ فيها، وأسرع وقت ممكن أنتهي فيها. هذا أول شيء عرفته. الشيء الآخر اللي عرفته 235 يوم، هذه آخر خطوة، آخر تاسك عندي. الـ early finish هو اللي نفسه يساوي الـ early late finish، هو المدة المطلوبة لإنهاء المشروع. يعني المشروع ده تمام كم يوم يحتاج؟ يحتاج 235 يوم على الأقل للانتهاء. لا يمكن إنهاءه بالظروف الراهنة بالطريقة المحدودة بالقيود اللي انت حاطط لي هي، حنتكلم عن الرسورس دي بعدين ان شاء الله. انا كده هذه هي مدة انتهاء المشروع تبعي. جميل.
بشكل ألطف، هذه هي الشكل الشبكة عندي بعد الانتهاء منها. تمام، زي ما قلنا على التذكير، هنا جيني 20 وهنا جيني 15، آخذ مين؟ أخذت إيش؟ 20. هنا جيني 20 و15 و10 فأخذت الماكس. هنا جيني 35 وجيني 200، أخذت مين؟ 200. جميل، وكله دائما هنا الإضافات، هذه زائد هذه بتديني هذه، هذه زائد هذه بتديني هذه، ليها كلها اللي هو الستار زائد الديوريشن بيديني ده، هو ايش؟ الايرلي فينيش. جميل جميل. طيب الباكورد كيف بينحسب؟ تمام، الان ابغى احسب الباكورد اللي هو زي ما قلنا احنا اهم شيء عندنا اخر حاجه اللي هو ايش؟ اخر خطوه عندنا انا حسب بشكل مباشر، الليت فينيش تبعها هو بيساوي الايش؟ الايرلي فينيش تبعها، ان هي اخر خطوه في المشروع. تمام، طيب الان انا بحسب الليت ستار تبعها اللي هي هذه المنطقه هذه. تمام، ايش قلنا؟ الليت ستارت بيساوي الليت فينيش ناقص الديوريشن. هنا معناته حتكون 235، 235 ناقص ال 35 وبتساوي 200، فمعناته هذه هي الليت ستارت تبع الاكتيفيتي اتش. للتذكير ايش يعني ليت ستارت؟ يعني انا هذه المهمه لا استطيع تاخيرها، لازم باسوا الاحوال ابداها يوم 200 عشان المشروع ينتهي في يوم 235. اي تغيير في الموضوع ده حيؤدي الى تاخر المشروع. تخيل انه بديتها 201، ايش اللي حيصير؟ تحتاج 35 يوم، فمعناته ينتهي يوم 236، فأنا كده أخرت المشروع يوم زيادة، وهكذا لكل البقية. تمام، طيب هنا الآن أنا عائد للخلف، خلينا نبدأ بالإي. إيش قلنا إحنا؟ الليت ستار تبع المهمة اللي أنا جاي منها هو بيساوي الليت فينيش تبع المهمة اللي أنا رايح لها، يعني الإتش الإي، انا جاي من الاتش صح ولا لا؟ فهنا 200، فطوالي هنا هذه بتساوي ايش؟ 200، انه هي جايه منها. تمام، جاي من هنا. ليش بقول 200؟ انه انا عشان ما ااخر الليت ستار تبعها هذه تبع 200، يعني معناته بالكثير لازم هذه تنتهي يوم 200، عشان هاي طوالي تبدا يوم 200 وتنتهي بعد 35، والمشروع ينتهي في مدته المحدده. هذه المقصود بها ايش؟ الليت ستار. عفوا، طيب الان انا بحسب الليت، هذا عرفت الليت فينيش، الان جبته من الليت ستار تبع هذا. كيف انا احسب الليت ستار تبع الاي؟ قلنا الليت ستار بيساوي الليت فينيش ناقص الديوريشن، يعني 200 ناقص 15، هذا اقول هنا 200 ناقص 15 بتساوي كم؟ 185. جميل، طيب هنا بتكون معناته كم؟ رجعنا على، خلينا نتكلم على الجي، 200 حترجع هنا 200، 200 ناقص هتقول هنا عشان احسب الليت ستارت، 200 ناقص 170 كم حتساوي؟ 30. تمام، يعني المهمة دي لازم تبدأ يوم 30 حد أقصى، إنه هذا الليت ستارت تبعها، عشان تقدر تنتهي في الليت فينيش تبعها، عشان ما تأثر على الخطوات اللي بعدها. طيب الاف ما دام هي راجعه هنا، حقول معناته هذا هو نفسه بيساوي ده، طوالي باخذ ده واجيبه هنا، بقول 30، 30 ناقص 10، 30 ناقص 10 بتساوي كم؟ 20. طيب خلينا نشوف، طيب هنا البي انا بعرف الليت فينيش تبعها من هنا جيني، يعني حقول ناخذ اللي جايه منها صح ولا لا؟ لو جيت من الاي حقول له خذ 185 صح ولا لا؟ لكن برضه الاف راجعه، انا القصد عندي أنا بعرف الوقت اللي انهي فيه بحيث ما اخر اي شيء بعدي صح ولا لا؟ هنا جايه 20 صح ولا لا؟ هذه ال 20 صح ولا لا؟ جايه هنا 20، فاحنا قلنا واحنا راجعين تمام باخذ ايش؟ المينيموم.
فمعناته اخذ 20. ليه ما اخذت ال 185؟ لو اخذت 185 حاخر هادي، معناته لو صارت لي هنا ظروف قلت 185 ممكن اخر هادي، فمعناته هنا عشان هادي اضمن انها ما يتاخر عن 20، عن بدايتها في يوم 20 بحد اقصى، لازم هذه تنتهي ايش؟ يوم 20. طيب هنا حتكون 20 ناقص 15 هتساوي كم؟ 5، اللي هي تستار تبعي. طيب السي، السي جايها من فين؟ قلنا برضو جاي من الاف، جايتها كم؟ 185 برضو، صح ولا لا؟ وجايها ايضا من فين؟ من الاف، جايها برضو 20، هاخد مين معناته؟ برضو هاخد ايش؟ ال20، صح ولا لا؟ 20 ناقص 10 بتساوي 10، صحيح؟ الدي جايها من فين فقط؟ جاية بس من الاف، فحقول هنا معناته ايش؟ 20 مباشرة هتجي ال 20، هي وحيدة بس. 20 ناقص 5 بتكون 15. طيب ال A، ال A جايها من ال B وال C وال D، من هنا جايها 5، من هنا جايها 10، ومن هنا جايها 15. مين المينيموم؟ المينيموم 5، فهقول هنا 5، 5 ناقص 5 بتساوي 0. جميل، كده أنا قدرت أحسب الآن بالباكورد، حسبت الايرلي الليت فينيش والايش والليت ستارت. طيب فاضل عندي أنا أسلاك. أسلاك إيش هو عنا؟ قلنا اللي هو يا الليت ستارت ناقص الليت الايرلي ستارت، أو الليت فينيش ناقص الايرلي فينيش، نفس الحكاية. يعني مثلا نقول 235 ناقص 235 بتساوي كم؟ صفر. 200 ناقص 200 هي بتساوي صفر نفسها، تمام. هنا 235 كم ناقص 200 ناقص 35 كم بتساوي؟ 200 ناقص 35 بتساوي عندي كم؟ 165، صح ولا لا؟ نعم 165. او 185 ناقص 20، يعني اقول 185 ناقص 20 هي بتساوي كم؟ 165. وهي نفسها لو قلت انا هنا 200 ناقص 35 برضه بتساوي 165، فأي واحدة منهم استخدم برضه صحيح. هنا عندي 200 ناقص 200 أو 30 ناقص 30 بتساوي صفر. هنا 30 ناقص 30، 20 ناقص 20 هي برضه بتساوي صفر للإف. البي 20 ناقص 20 أو 5 ناقص 5 البي هنا برضه صفر. طب بالنسبة للسي 20 ناقص 15 5، 10 ناقص 5 هي برضه 5. بالنسبة للدي 20 ناقص 10 بتساوي 10، 15 ناقص 5 هي برضو بتساوي 10. ال A طبعا بتساوي 0، انه 5 ناقص 5 بتساوي 0 او 0 ناقص 0. فهذا هو ايش؟ اسلاك اللي عندي. طيب الان انا عرفت وقت المشروع، طيب انا كيف اعرف الكريتيكال باث او المهام المهمه اللي عندي؟ طبعا هنا بشكل الطف، هذه هي تمام، الرسمه واضحه كده بشكل الطف ان شاء الله. الكريتيكال باث مهمته ان نعرف المهام اللي هي مرتبطه ببعض، وتاخير اي واحده فيهم ممكن ياخر المشروع. ليش؟ عشان انا لازم اعمل فولو اب وكنترول على هذه الاكتيفيتي عشان اضمن انه التاخير فيها ما يصير. طبعا هنلاحظ انه الاكتيفيتي، كيف اعرف الكريتيكال باث؟ هشوف الاكتيفيتي اللي هي مربوطه مع بعض متتاليه والسلاك بيساوي زيرو. لازم كل الاكتيفيتي اللي على الكريتيكال باث بتكون بتساوي الاكتيفيتي حقتها ايش؟ زيرو. هذه هي الاكتيفيتي، هتلاحظ هنا هكون كده هذا الباث تبعي من هنا لهنا اللي هو منقط، هذا وهذا وهذا، تمام. فانا اقدر اقول الكريتيكال باث حقي انا باث حقي ايش هو؟ هقول انه هو ال A، بعدين عندي ال B، بعدين بروح عندي ال F، بعدين عندي ال G، بعدين عندي ال H. ليش انا بهتم بيه؟ اني انا عارف هنا انه ما عندي ايش قلنا سلاك، السلاك اللي هو فترة السماحية اللي ممكن يتأخر، لكن هذه المهام ما عندي اي فترة سماحية ممكن ايش استفيد منها. يعني مثلا ال C في عندي فترة سماحية 5 ايام، يعني لو اتأخر 5 ايام او يوم يومين حسب احتياجي انا ما هاخر ايش البقيه، تمام.
فانا عرفت انه الكريتيكال باث حقي هذا هو، فدائما يكون تركيزي عليه ومتابعتي لي عليه اشد، وتوفيري للمواد اللي احتاجها والريسورس اللي احتاجها يكون في شده اكثر، عشان اضمن انا ما اتاخر على مده المشروع اللي انا ايش عرفتها، اللي هي مثلا في المثال انا 235. هذا هو الكريتيكال باث اللي احنا قلنا عليه، تمام. طيب احنا اتكلمنا على الايرلي فينش كيف نحسبه، والليدي ستارت والسلاك، تمام، وعرفنا الكريتيكال باث وعرفنا الدوريشن. طيب كيف بحسب الفري الايش اللي يسموه الفري سلاك؟ زي ما قلنا الفري سلاك ما يكون غير فقط لاكتيفيتي جايه من بيرست، تمام. يعني على سبيل المثال هو كيف بيكون؟ هو بحسابه اللي هو الايرلي ستار تبع التاسك اللاحقه، تمام، ناقص الايرلي فينش تبعي، تمام، الايرلي فينش اللي هو هذا. يعني في الحاله دي ايش اللي هو سابق للاي؟ الاتش. ايش الايرلي ستار تبع الاتش؟ الايرلي ستار اللي هو 200، فحقول هنا يسموه الفري سلاك، نقول عليه الفري، عفوا الفري سلاك طبعا تبع الايش الاي، تمام. ايش بيساوي؟ الميتين ناقص 35. كم بيساوي 200 ناقص 35؟ بيساوي اللهم صل على سيدنا محمد 165، تمام. لكن على سبيل المثال هنا طب مثال آخر، تمام، هنا الدي كم الفري سلاك حقها؟ لازم اخذ الايرلي ستار الايرلي ستارت عفوا الايرلي ستار تبع الاف اللي هي جايه منها، فحقول 20 ناقص الايرلي فينش تبعها اللي هو 10، فاقول الفري سلاك يساوي 20 ناقص 10 بيساوي 10، تمام. لو تلاحظوا هذه كلها جايه من ميرج، لكن تعال خلينا نشوف هنا، هذه ما هي جايه من ميرج، صح ولا غلطان؟ هنا طوالي جاي من، فحلاقي يقول 30 اللي هو ايش الايرلي ستار تبع هادي ناقص الايرلي فينش، 30 ناقص 30 صفر، فمعناه هادي ما ليها ايش فري سلاك. ايش يعني فري سلاك؟ هو ليها معنى خاص. الفري سلاك معناتها الاكتيفيتي هادي قديش ممكن تتاخر بحيث انها لا تاخر الايرلي ستار تبع الاكتيفيتي اللي هي ايش معتمده عليها، تمام، عشان يسموه فري مستقل بي. انا ممكن اتاخر، تمام، لكن ما حاخر اي شيء بعدي. في المقابل السلاك العادي او التوتال سلاك حقنا تاخيره حياخر اللي بعده، هنا الفرق بينهم، هذا اهم فرق بينهم، تاخيره حياخر اللي بعده. على سبيل المثال لو هنا مثلا عارف انه عندي سلاك 10 ايام، قلت خليني استخدمه، على سبيل المثال لو استخدمته يعني بدل ما ابدا يوم 5 ابدا يوم كم؟ 15 عندي، صح ولا لا؟ فمعناته انا لما اغلق 15، تمام، عندي هغلق يوم 20، صحيح ولا انا غلطان؟ مظبوط. طبعا هنا صادف انه هنا معانا انه هو الكريتيكال باث، ف ما يعني وصلت للمنطقه اللي هو خلاص ممكن لو يوم زياده ممكن ايش تتاخر، تمام. طب على سبيل المثال خلينا نقول انه هذه كلها تصادف نفس الحكاية، إن شاء الله أوريكم دحين مثال آخر إن شاء الله في نقطة ثانية الفرق بينهم. طيب طبعا بعد الانتهاء من الرسمة بيعملوا هذا التابل، بيكتبوا الايرلي ستارت والايرلي فينيش لكل اكتيفيتي، وبيحسبوا السلاك اللي هو زي ما قلنا الليت ستارت ناقص الليت فينيش، وبيحطوا ان كريتيكال باث، ويعرفوا نحددوا طبعا يس انه هي على الكريتيكال باث لمرحلة مسألة انه ايش بعد كده اعرف انا المهام هذه اللي هي على الكريتيكال باث يجب له يكون لها ايش عنايه خاصه. طبعا كيف عرفت مده المشروع اللي هو اخر نقطه في المشروع اللي هي على الكريتيكال بات الايرلي فينيش او الايرلي ستار تبعها، عفوا الليت فينيش او الليت الايرلي فينيش، هي تكون مده المشروع الخاص بي، وهذه الكريتيكال بات تبعي. طيب
طبعا بعد كده، بعد ما أكون أنا انتهيت وعملت المسألة دي وعرفت تاريخ البداية والنهاية، واقع الأمر إنه بيكون في عندي حاجة اسمها كالندر. إنه طبعا لو تلاحظ هنا هذه عبارة عن يعني أيام فقط، يعني ماني عارف ما تاريخ البداية. يعني دائما أعمالنا مربوطة مثلا بالشهور والأيام اللي نعرفها، يعني حبدأ يوم واحد في الشهر رقم 5، أبدأ يوم السابع في اليوم رقم 3، وهكذا. فهنا يجب أن نعيد ربط الأيام اللي إحنا طلعناها تمام بالكالندر. طبعا السوفت وير بتساعدنا في الموضوع ده، لكن المهم فيها هنا النقطة اللي هتخليني أتكلم عنها. طبعا هو ممكن تسويها بشكل يدوي في المشاريع الصغيرة، لكن المشاريع الكبيرة الأفضل استخدام إيش البرامج. الفكرة هي إنه بيكون الستارت والفينش بيرتبط بالكالندر نفسه. شايفين هنا مواعيد بداية ونهاية مربوطة بالكالندر، يعني يوم الأربعاء يوم توافق واحد في الشهر الثاني تمام، وهكذا. وهذا هي الجان شارت تبعنا. يعني طبعا هذا مخرج من البرنامج، الليت فينيش بدينا الفري سلاك والتوتال سلاك بدينا هي تمام. ليش بنعمل الحكاية دي؟ نشوف المثال. مثلا لو احنا عندي هذا المشروع بيبدأ تمام في شهر مايو، جميل. انا عارف انه مثلا عندي ايام السبت تمام لا يمكن استخدامها لانها اجازة، وهكذا بالنسبة لايام الجمعة، صحيح؟ هذه الأيام ما أقدر أستخدمها. فهو قال لي إحنا هنبدأ المشروع معناته يوم 2 في الشهر تمام. فشوف المهمة رقم إيه تمام، مدتها كم؟ 5 أيام، صحيح ولا أنا غلطان؟ فحقول الإيه هتنفذ يوم هنا تمام، هذه 5 أيام الإيه، صح ولا أنا غلطان؟ طيب البي هتبدأ بانتهاء نهاية 5، يعني هتبدأ هنا. كم مدة البي؟ نفتكر، معلش نرجع. البي كانت مدتها 15 يوم، البي 15 يوم، جميل. طبعا البي 20 ناقص 5 15، مضبوط. يعني هتبدأ هنا، فهتبدأ أقول هنا البي تبدأ، صح ولا لا؟ هنا 2 3 4 5، هذه هنا اليومين ما أقدر أستعملها، صح ولا لا؟ هكمل هنا، صح ولا لا؟ عشان اغلي قلبي، يعني 1 2 دي 14 15. طيب كده انا معناته في عندي هنا انضافت 4 ايام فعليه، احنا بنتكلم على التاريخ الفعلي، انه هتكون هنا اجازه مثلا، مو شغال خميس وجمعه وسبت. شيء اخر، هذه اليومين مثلا هذا كان يوافق عندنا عيد الفطر، صح ولا لا؟ فمثلا كانت اجازه، فمعناته انا يعني هنا هذه ما هستخدمها، فحلاقي اني هنا يعني مع ان هي ما زالت 15 يوم كعمل فعلي، هذه ترجع الايام الفعليه، لكن على ارض الواقع كم صارت هنا؟ اسبوع واسبوعين، هذه 14 15 16 17 يوم زياده زادت عندي، صح ولا لا؟ انه هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11، لا الساعه 12 13 14 15. يعني الأيام الفعلية صارت عندي بدل من 15 يوم عمل صارت عندي كم؟ عبارة عن أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، 21 24 25 يوم فعلي. فهنا المشكلة، لازم أنا أطبق الخطة اللي طلعتها على الكالندر الحقيقي وأشيل الأيام الإجازات. طبعا قبل نستخدم البرامج لازم في البداية نحط له أيام الإجازات وأيام العمل وساعات العمل، كل هذه حتكون مدخلات للبرنامج لما نستخدمه. في حاجة تانية برضو لجعل الامر اكثر واقعيه، حاجه يسموها الليدرنج، اللي هي ايش؟ الليدرز اللي هي عارفين انه سلم، فاحيانا بيستخدموها. ليش؟ اللي هو كسر الاكتيفيتي وتفصيلها بحيث انها اسرع من بدايه الاعمال المعتمده عليها. متى هذه تكون؟ اشهر مثال ليها لما يكون في عندي انا مثلا على سبيل المثال عندي انا 1 مايل او 1 كيلو انا بمدد فيه انابيب، اوكي؟ طبعا انا ما اقدر امدد الانابيب غير بعد ما اكون انتهيت اني حفرت مكان ما بضع الانابيب، صح انا غلطان؟ لكن يجي يقول طيب وبعدين امدد الانابيب وبعدين اعمل عمليه ايش؟ اني الردميه ثاني مره، خلاص ايش؟ اقفل المنطقه ثاني مره، صحيح ولا لا؟ فقالوا لك يا اخي انك تستنى لما تنتهي عمليه الحفر حقه الميل كله او الكيلو كله، وبعدين تبدا عمليه انك فرد البايبنج ولا امدد المواسير تبعي، فيها عطله. فيقول لك ايش؟ ممكن نحن نقسم الاجزاء. فايش كيف قسموها؟
قال أنا أشتغل كل تلت ميل لحاله، تمام، كل تلت ميل لحاله. فيقول لك من يوم ما أنتهي من الميل الأولاني اللي هي الحفرية الترنش الأولاني، إيش أسوي؟ يصير عندي مهمتين بعدها، إني أبدأ التلت الثاني وأبدأ عملية التمديد للبايبات في الإيش، في التلت الأولاني، تمام. فكده أنا سرعت عملية رص المواسير، تمام. بعد كده لما ننتهي من حفر الجزئية الثانية، إيش اللي حيصير عندي؟ إن أكون أبدأ الجزء الثالث أحفره، بعدين أبدأ تمديد الجزء الثاني من الأنابيب، وأبدأ عملية إيش، الردم ليش للأولاني، وهكذا ليش لعملية هذا، عشان أسرع عملية المشروع بدل ما أستنى. مثلا كان المشروع كده، أول شيء إني أغلق مثلا الحفر الترنش، تمام، بعدين اعمل ايش، لاين للبايبس، بعدين اعمل عملية الريفيل والدفن زي ما يقولوا. انا كده سرعت الموضوع بايش، بطريقة افضل، تمام. يسموه ليزنج، هو زي ايش، شايفينه زي السلم كده، عارفين كده، هذه زي السلم، او يعني الدرج يعني، تمام. فيها طريقة تانية اسمها اللاجز، تكلمنا عنها، هي بتستخدم متى يعني، الليدرينج بيستخدموها لما يكون المشروع سهل وبسيط، يعني ممكن ايش، يعني زي هذا المشروع مثلا، يعني واضح الرسمه ما هي معقده جدا، لكن احيانا لما يكون مشروع مره ضخم، فمساله الليدرينج بتكبر الشبكه بشكل كبير. لكن فعشان كده بيسالوا اللاجز، اللاجز اللي فاكرين تكلمنا عنها، اللي هو اعمل ريليشن شيب، زي الريليشن هنا بين ايش، بينهم، اللي هي ايش، ستارت تو ستارت مع اللاج 3 دايز. فهنا ايش معناته؟ انه عمليه مد الابيب تبدا بعد 3 ايام من بدايه عمليه الحفر. فالرسمه هذه هي نفسها هذه، لكن التفصيل فيها اقل، شايفين كيف؟ هنا عباره عن 3 ستيبس، وهنا عباره، شوف مثلا عندنا 9 ستيب. فهنا عملية اللاجينج بتستخدم في هذه المسألة لتقليل ايش؟ الايش؟ صعوبة او ايش؟ تفاصيل الزيادة اللي موجودة في الايش؟ في النتورك دايجرام عندنا. هي نفسها قلت لك اللاجينج، لكن هذا فرق ايش؟ الاستخدام بينهم. هنا نتورك مثلا، مثلا اللاجينج يعني، ما اقول لك مثلا هنا على سبيل المثال انه A، والعلاقة بين A و B عبارة ستارت تو ستارت مع لاج 7 مع لاج 3، فمعناته هذه ستارت 3، فهي حكينا الستارت حقها كم، عفوا الستارت هنا 0، انا اسف، وهنا معناته حيكون الستارت حقها عشان في لاج 3، فهنا حيصير يوم 3. هنا العلاقه بينهم فينش تو ستارت، صح ولا لا؟ فينش تو ستارت من هنا، من الفينش للستارت، معناته هنا، واللاج 4 هنا ينتهي 4، فمعناته هنا حينتهي، حيبدا كم؟ المفروض كان يبدا 4، لكن مع اللاج حيبدا يوم ايش؟ 8. وهكذا بالنسبة للباقي، هنا مثلا finish to finish، هنا المفروض انه مع lag 2، لو كان finish to finish معناته انه هو انتهى كلهم يوم 18، لكن مع فترة السماحية 18 و2 صارت finish to finish صارت 20، تمام. انه هذا المفروض الطبيعي انه كان ينتهي 5 و3، قلنا كان المفروض يكون 8، لكن عشان الشرط ده حق اللاج لازم يسمع الكلام دي ايضا، فاخذنا احنا رايحين على اليمين، قلنا ناخذ ايش، الماكس. طيب هذا مثال آخر حنحله برضو مع بعض، لكن لو تلاحظوا هنا اداني طبعا العلاقات، اداني هنا 3 توقيتات، تمام، optimistic وmost likely وpessimistic. قلنا هنا معناته هو بيستخدم هنا ايش، طوالي ما دام ما عرف 3 فهيقول انه هو بيستخدم ايش، البيرت اللي هي Program Evaluation and Review Technique. كيف بحسب الـ expected time تبعي اللي هو قلنا، والـ optimistic زائد 4 في الـ most likely زائد الـ pessimistic، فصارت عندي 1 زائد 4 في 2 زائد 3 تقسيم 6، هذه القاعدة حقتنا، صار عندي 2، فمعناته كده حسبت باقي الأشياء دي. لا أخفيكم الباد قلنا عشان هو يستخدم، يعني بيستخدم أكثر من تقدير عشان يحصل على التقدير الاكسبكتد فاليو للديوريشن اللي هو القيمه المتوقعه. في عندنا حاجه اسمها الفيرينس اللي هو مدى التشتت، كيف بيحسبوه؟ اكبر قيمه اللي هو البستمستيك ناقص الاوبتيمستيك قسمه 6
الكل تربيع هو بالدين ايش الفارينس، تمام. كل طبعا كل ما صغر الفارينس كل ما كان شيء افضل، كل ما زاد بلاقي انه الفروقات كبيره. لو لاحظوا 1 2 3 الفروقات بين التقديرات صغيره، عشان تلاحظوا الفارينس اقل. لكن ما تلاحظوا هنا 1 و2 و9 تباعد مره كبير، فلاحظ الفيروس حقي هنا ايش بيكبر. طبعا الساند ديفيجن هو الجذر التربيعي للفيروس، الناس اللي ايش مهتمه بالستاتستيك. طيب كيف الرسمه هذه حقتي بتكون؟ كيف برسمها؟ طبعا لو تلاحظوا احنا عندنا هنا الاي والبي ليس لها اي ايش سابق، فعشان كده بدأ بمساله الستارت، تمام. حط الستار، طبعا الستار تبدا زيرو زيرو، ما عندنا مشكله، ما عندها مده. ال ال الستارت حقها حيكون هو معتمد على الستارت، فحتبدا في زيرو. الديوريشن حقها 2، فحيصير عندي زيرو زائد 2. الستارت حقت ال A هي زيرو زائد 2، فبتكون عندي 2. طيب ال B حتبدا مع مع الستار، طبعا الستارت حقها زيرو، زيرو زائد 3 بيديني ايش 3، تمام. السي السي معتمدة على مين؟ على الاي عفوا، السي معتمدة على الاي فانطلقت، صحيح ولا؟ نهاية الاي هي 2، فطوال الايرلي الايرلي فينش تبع الاي 2، فالايرلي ستار تبع السي 2، مدتها كم؟ 2، 2 زائد 2 ادتني ايش؟ الاربعة، صحيح؟ الدي، الدي معتمدة على مين ومين؟ معتمدة على الاي والبي. طيب مين حيكون الاي اللي ستارت حقها؟ هي معتمده على الاي والبي، يعني ناخذ الماكس بين الاثنين والثلاثه، فهو ايش 3، فاخذ 3 مدتها 4، 4 زائد 3 فتنتهي يوم ايش 7، 4 و3 7. هذه بقيه الشبكه. انا يعني انا هذا المثال جايبه ليكم، وفي مثال اخر برضو في نهايه المحاضره. تاركوا ايش لكم انكم تتمرنوا، رجاء 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 حاولوا تحلوا المثال السابق واللي هو هذا المثال والمثال الاخير وتمرنوا عليه، وتاكدوا منه انه نعرف نعمل حسابات وكيف نعرف نحسب الكريتيكال باث والايرلي ستارت والايرلي فينيش، ونعرف مده نهايه المشروع، تمام. هنا طبعا الحساب بالعكس، هنا كانت لو تلاحظوا عرفنا هنا خلاص، ما دام هذه اخر عقده في المشروع عندنا او اخر نود، هذه راح تكون هي على طول هنا ال 15، وهنا حتكون 15 ناقص 2 لازم تكون هنا ايش؟ ال 13. فالان الحساب بالعكس اللي هو الباكورد، اوكي؟ عفوا الباكورد طبعا زي ما قلنا هنا بيكون هو نفسه الليت ستارت بيكون الليت فينش ناقص الاكتيفيتي تايم اللي هو 15 ناقص 2. طبعا متى ينتهي المشروع هنا؟ طوالي هذه اخر نقطة عندي، فعرفت المشروع ينتهي يوم يعيش بعد 15 يوم. طيب هنا الليت فينش حق الاكتيفيتي اف ايش بيساوي؟ المينيم اللي جاي، طبعا هو مو جاي غير من مين؟ من اتش، فطواله حياخذ تبع الاتش اللي هو يكون ايش؟ 13، صحيح ولا لا؟ هنا جاي من فين ومن فين؟ جايوا من الاي ومن الاف، يعني جايوا 10 وجايوا كم؟ 4. مين المينيمم من الاربعه والعشره؟ الاربعه، فعشان كده عشان اكيد اخذ الاربعه. طبعا هنا هذه كيف حسبها؟ 13 ناقص 3 ادته 10، 8 ناقص 4 ادته ايش؟ 4، وهكذا البقيه، تمام؟ وبنفس الطريقه انا حاسب لكم المثال. طيب خلينا نشوف السلاك. السلاك احنا ايش قلنا؟ يا الايرلي عفوا الليت فينش ناقص الليت فينش ناقص الايرلي فينش، او الليت ستارت ناقص الايش الايرلي ستارت، يعني هنا يكون 15 ناقص 15 او 13 ناقص 13، فحقول هنا ايش التوتال سلاك او اللي هو برضه يسموه سلاك بيساوي كم؟ 13 ناقص 13 بيساوي 0، تمام. طب بالنسبه للاف ايش حيكون هنا؟ سلاك بيساوي 10 ناقص 4 بيساوي كم؟ 6، او 13 ناقص 7 برضه بتساوي ايش؟ 6. هنا 2 ناقص 2 هنا بيساوي 0، هنا 4 ناقص 4 هنا السلاك بيساوي
صفر بالنسبة للإف للإي، الجي 8 ناقص 8 برضو يساوي صفر، هنا بيساوي الإسلاك بيساوي 4 ناقص 3 بيساوي 4 ناقص 3 بيساوي 1، هنا بيساوي الإسلاك صفر إنه هو صفر ناقص صفر، واثنين ناقص اثنين. البي بتساوي كم؟ الإسلاك تبعها بيساوي 4 ناقص 3 اللي هي برضو بتساوي 1 ناقص صفر، وبتساوي عندي 1، فهذا الإسلاك تبعه 1. طبعا الستار بتكون صفر. تمام، الآن كيف نقدر نعرف الكريتيكال باث اللي هي الإسلاك تبعها صفر؟ فهذه معناته عندي أول واحد، ثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، فحقول اللي هو عبارة عن A C E G H، هذا هو الكريتيكال باث تبعي. نفس الحكاية، هذه هي الملخص تبعنا، هذا الكريتيكال باث. مدة المشروع آخر نقطة هي بتمثل لي نقطة المشروع، أي مدة المشروع. زي ما قلت لكم يعني الفكرة من البيرت، يعني مدة المشروع اللي بيتكلم عنها يحسبها البيرت، وحتى الكريتيكال باث إيش يعني؟ يعني معنى الكلام ده إن هناك في احتمالية، هي بتكلم عن احتماليات 50% إن المشروع ينتهي في هذا الوقت، له علاقة بالنورمال ديستريبيوشن. يعني هذا معناته 50، معناته 50%، تمام، المشروع ينتهي في 15 يوم أو أقل. في احتمال 50%، تمام، إن المشروع ينتهي في أكثر من 15 يوم، من 15 أسبوع عفوا أو أكثر. تمام، في نسبة 50% ينتهي في أكثر من 15 أسبوع. تمام، هنا معلش، هنا ويك، سامحوني غلطة، إنه الأيام بالويك هو شغال. أوكي، طبعا الستاندرد ديفيشن ان هو كل ما كبر زي ما قلنا، طبعا الكريتيكال باث ليه ستاندرد ديفيشن خاص بيه، تمام، اللي هو مجموع الفيرينس تبع الايش، كل الادوات المهام اللي موجوده عليه. يعني مثلا الفيرينس هنا تبع المشروع ده حتى تبع الكريتيكال باث بيكون مجموعهم، اللي هو تبع مين قلنا احنا، ال A كم 0.11، بعدين عندي ال C 0.11 برضو، بعدين عندي الـ E اللي هي 1، بعدين عندي الـ G اللي هي 1.7، بعدين عندي الـ H اللي هي 0.1، فصار الـ standard deviation حقي كم؟ الـ variance تبع الـ project صار 3.1. الـ standard deviation هو الأهم اللي بيواجهوا فيه، يعني اللي هو يدينا التراوح، الجذر التربيعي تبع الـ variance بيديني هو إيش؟ 1.7 اللي هو هذا، تمام؟ فهنا ممكن يستخدموه للحسابات، ماذا؟ يبدأ في اسأل ويقول لك ايش احتمالية انه يخلص 13 يوم، ايش احتمالية انه يخلص في عفوا اسبوع 13 اسبوع يخلص في 18 اسبوع ونص، وهكذا. طبعا برضه هم عشان اكون معاكم يعني، وهذا يعني نكون عارفينها، الجانت شارت بيرسموها المرتين، يعني الايرلي ستارت ايرلي فينيش، وبيرسموها للليت ستارت ليت فينيش. تمام، على سبيل المثال يعني طبعا الكريتيكال باث ما حمدينا اغيرها، حتكون دائما ثابته. شايفين البي هنا في الليتست ايرلي ستارت اللي فينش، ممكن تبدا من الوقت صفر وينتهي بنهايه الاسبوع الثالث. عندها سلاك كم؟ البي شايفين واحد، فقدرت انا اخرها واحد اسبوع، شايفين هذه المنطقه اخرتها. على سبيل المثال اخر اللي هي، أو شايفين هذه اللي هي ايش، الاف، الاف كم سلاك فيها؟ 6 ايام، شايفينه. فالإف بدل ما كانت تبدأ بداية الأسبوع السادس ومدتها هي 3 أسابيع تنتهي في التاسع، بداية التاسع، ممكن أأخرها لبداية الإيش، بداية الـ11 ونهاية الـ13، وفي نفس الوقت أنا ما أخرت المشروع. هذه فكرتها وفائدتها، إن شاء الله هتكلم عنها في توزيع أو برمجة الاحتياجات تبع المشروع على الريسورس، هنتكلم عنها إن شاء الله بشكل أفضل في محاضرة قادمة إن شاء الله، في يعني مستقلة يعني. طيب، في ملاحظة مهمة لازم يعني ننتبه لها جميعا، يقع فيها كثير من الناس، يجي يقول لك هذا هو نفس المشروع اللي احنا حليناه قبل شوية، صحيح ولا لا؟
يجيك واحد يقول لك كم وجهة المشروع، يجي يعني يحسب لك جميع المهام اللي عنده، تمام، ويغلي يقول لك ويحسب يجمع هذا جمعناه 15، هتلاقيها 15 اسبوع. يقول لك مدة المشروع 15 ايش 25 اسبوع، عفوا 25 اسبوع. هذا كلام غير صحيح. هذا الكلام صحيح في حالة واحدة، انه انا العلاقات عندي تكون متتالية، يعني بعمل الاي بعدين اعمل السي بعدين بعمل الدي بعدين اعمل الاي بعدين اعمل الاف بعدين اعمل الجي بعدين اعمل الاتش، يعني كاني عندي الايش النتورك بهذه الطريقة، تمام، هنا الاي هنا البي هنا السي هنا الدي وهكذا الى اخير. هذا الكلام يكون صحيح في هذه الحالة فقط، لكن احنا عارفين هذا الكلام ما بيصير، ان انا بحاول اسرع المشاريع، فانا عندي لازم اوايق مسألة ايش الاعتمادية، لازم تكون مهمة جدا، وعشان اعرف الفعل المدة الحقيقية للمشروع عندي. هذا مثال اخر، يعني حاسب لكم هو انا حله موجود. طبعا من يوم ما عرفت انه انا عندي 3 وقتات، فانا عرفت انا بستخدم ايش البيرت، هذا هو حل المشروع. اتمنى انكم تحلوه بنفسكم وتوصلوا لايش لنفس النتائج باذن الله. كمراجعة، احنا تعلمنا القواعد الثمانية لمسألة او بناء البروجكت نتورك، تمام، او والمنطقية من ورائها، وعرفنا قبل كده برضو الجانت شارت فوائدها وكيف نرسمها برضو، وتعلمنا بعد كده كيف نرسم الرسمة، وتعلمنا كيف نحسب مع بعض الايرلي فينيش والليت ستارت والسلاك والفري سلاك، تمام، وعرفنا ايش الفرق بين البيرت والسي بي ام. قلنا الفرق الرئيسي انه السي بي ام الكريتيكال باث ميثود تعتمد فقط على الموست لايكلي، البيرت لا، بتحتاج 3 نقط في الاستيميشن عشان تعمل الاستيميشن تبع الديوريشن تبع المهمة، وهذه الفورمولا اللي احنا نستخدمها لحساب الوقت تبع الديوريشن تبع كل تاسك. وبعد كده أهمية إني أنا يجب أن بعد ما انتهي من عملية السكيجولينج أنا إيش أكون استخدمت التقويم الفعلي لحساب مدة المشروع الفعلية التاريخ التسليم. ليش؟ إنه لو تفتكروا مثلا إحنا مثلا أخذ مثال أخذناه كانت مدة التنفيذ 15 أسبوع، تمام، لكن لا ننسى إنه في عندي إجازات في أوقات العمل، في ممكن يكون عندي عطل رسمية، فهنا هذه كلها بأضيفها للمشروع. طبعا زي ما قلنا البرامج بتستخدم يعني وبتفي مستخدمة بشكل كبير، يعني في مسألة إعداد هذه الرسومات اللي هي النتورك والجانت شارت، لكن مهم جدا إن هنعرف عشان احنا اللي هندخل ليها البيانات وندخل الديوريشن وندخل ايش المعلومات المطلوبة وندخل الإجازات، فلازم احنا نكون فاهمين هذا الموضوع. هذا مرجعنا، أتمنى إنه استفدتوا، وزي ما قلت لكم رجاء رجاء خاص إنه يتم إعادة حل جميع الأمثلة اللي إحنا حليناها هنا، وفي مثال أنا تركت لكم هو وحله موجود لكن ما حليته بالتفصيل، أعتبره يعني كممارسة ليكم. رجاء رجاء لازم تحلوه بيدكم، وإن شاء الله نتقابل في المحاضرة القادمة. نقول في الأخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.